مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في استعراضنا لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عمل اجتماع امبارح بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، تابع فيه خطة إنشاء محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر اللي هتكون محطة متكاملة وبتحقق كتير من المزايا للمواطنين، بداية من اختيار مكانها في منطقة بشتيل. وضح المهندس كامل وزير أن اختيار بشتيل لإقامة المحطة الجديدة بيرجع لموقعها المتميز وارتباطها بكل خطوط السكة الحديد، ده غير أن فيها مساحة أرض مناسبة في حدود 57 فدان هتسمح بإقامة المشروع وتخفض الضغط على محطات رمسيس والجيزة.